وفاء لأحبائهم الراحلين، تجمعت الأسر والأصدقاء في مقابر بجميع أنحاء المكسيك في إطار الاحتفالات بيوم الموتى السنوي. الأول من نوفمبر هو اليوم المخصص لإحياء ذكرى الأطفال الذين ماتوا، في حين تم تخصيص الثاني من الشهر نفسه للبالغين المتوفين. وفي كل عام يدفع الحدث المكسيكيين إلى المقابر حيث يدفن أقاربهم وأحباؤهم، ويحتفلون طوال الليل بالطعام والصلاة والموسيقى. إنها المرة الأولى التي أشارك فيها، أحب هذا التقليد، آمل أن نتبع جميعا هذه التقاليد حتى نتذكر موتانا دائما. ويقوم الأقارب بتزيين القبور بالزهور والشموع قبل مشاركة الطعام والشراب، وهم يسترجعون ذكريات أحبائهم، كما تقدم مجموعات من الموسيقيين التقليديين الأغاني مقابل تبرعات صغيرة.